حياكم الله وسعد الله اوقاتكم وصباحكم متابعينا مشاهدينا الكرام، وحياكم الله زملائي في الاستوديو، ونرحب بكم في هذه الجوله المميزه وفقره سوقنا من سوق الجبيل. طبعا احنا متواجدين في قسم الخضار والفواكه، اليوم بنستعرض وياكم مستجدات الاسعار طبعا من الخضار والفواكه، لكن نبدا بدايه مع اخونا هارون هنا بالفواكه المعروضه وموسم الشتاء على الابواب ما شاء الله، مثل ما تشوفون والكستنه اليوم بعد موجوده هنا بكميات. هارون السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك هارون؟ زين ما شاء الله. كم اليوم الكيلو؟ كيلو 8 درهم. كيلو 8 درهم. 8 درهم عندنا الكستنه اليوم، امس كانت على 10 واليوم على 8 دراهم، كميه طيبه طبعا. ها كستنا من الصين هذا؟ من الصين. زين والشمام كم عندنا اليوم؟ شمام 4 درهم. 4 درهم شمام على 4 درهم، كان 6 اول درهم ولا في غير بعد؟ ايراني هذا بس. هذا ثاني هذا ايه من وين؟ هندوراس. مال هندوراس. هندوراس. هندوراس ساوث امريكا، مال جنوب في شمال امريكا. هذا على كم؟ هذا كيلو 10 درهم. 10 درهم. انزين تعال نسيرك قدام نشوف، عندنا الخوخ وعندنا ما شاء الله الدراغ هنا، شو هذا خبرني؟ الاسباني هذا. الاسباني هذا الخوخ الاسباني طبعا مشاهدينا ما شاء الله. كم سعر الكيلو؟ كيلو 13. 13 درهم. 13 درهم الكيلو عندنا. وهذا اللي هنا وهذا سيم نفس الشيء بعد بريزة. نفس الشيء هذا، بس هذا مثل ملمسه مثل المخمل، وهذا هذا نترين هذا، هذا سبحان الله شويه غير بعد اللي هو مثل ما تقولون املس. وهني عندنا التفاح. التفاح 6 درهم. 6 دراهم. وعندنا رمان. رمان هذا ايجيبشن 4 درهم ما شاء الله. كم هناك؟ ايجيبشن مصري. هذا رمان مصري. رمان مصري. طبعا كيف تفرقون بين النكترين؟ هذه اسمها النكترين، وهذا عندنا الخوخ مثل ما قلت لكم، هنا ملمسه مثل مخمل، وهنا الملمس طبعا يكون شويه مثل ما تقولون صافي او ما عليه شيء. هذه النكترين وهذه عندنا الخوخ، ونفس الاسعار على 13 درهم. والرمان المصري اليوم بعد ما شاء الله متوفر. كم بعد 13؟ كم؟ 4 درهم. 4 درهم. 4 دراهم سعر الكيلو. 4 دراهم عندنا الرمان المصري. وهني هارون الهمبة المصري 10 درهم هذا كيلو. 10 دراهم الكيلو. صندوق كم مليون بيين عندنا سعره؟ 35. هذا صندوق 35 درهم. 35 درهم ما شاء الله. والسنطره والكيوي كم السنطره؟ سنطره بيرو. ايه مال بيرو. هذا على كم؟ كيلو 10 درهم. كيلو ب 10 درهم. وعندنا الكيوي. كيوي هذا ايطالي. ايطالي 10 درهم واحد كيلو. 10 درهم الكيلو بعد. الايطالي بعد على 10 درهم. شكرا هارون بارك الله فيك. بننتقل وياكم مشاهدينا الكرام بعد بنتجول في السوق. عندنا ما شاء الله محلات كثيره، وعندنا بعد نشوف وياكم الخضار والفواكه. وهني عندنا هذا المحل. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله. كم طماطم اليوم؟ طماطم اليوم 4 درهم. كيف هذا؟ 4 دراهم الكيلو. 4 دراهم. صندوق كم اليوم بيكون عندنا؟ صندوق 20 درهم. 20 درهم الصندوق على 20 والكيلو 4 دراهم. وعندنا البصل هذا من وين؟ 3 درهم. مال مصر مال تركي. مصري وتركي. والكيلو على 3 درهم. 3 دراهم عندنا طبعا البصل التركي والمصري والهندي. الحين تحصلون لو حصلتوا بكميات قليله جدا وسعره شويه عالي لانه خلاص كمياته قلت. انزين خبرني البطاط على كم اليوم؟ 3 درهم. 3 دراهم. 3 دراهم عندنا البطاط. الباميه ما شاء الله على كم الباميه؟ هذا صحن 10 درهم. صحن ب 10. صحن ب كم في يعني كيلو ولا اقل عن كيلو؟ هذا اكل شيء نص كيلو. نص تقريبا كيلو. انزين محلي هذا؟ محلي. شارك. محلي باميه محليه على 10 دراهم الصحن، اقل عن نص كيلو. والخيار كم عندنا؟ 10 درهم صحن. 10 دراهم الصحن. 10 دراهم. شكرا جزاك الله خير. ما شاء الله استعرضنا وياكم، شفنا الخضار اليوم، بعد عندنا الفواكه مع اخونا احمد. احمد السلام عليك. عليكم السلام. كيف حالك يا احمد؟ تفضل يا احمد. ما شاء الله. طبعا محل اخونا احمد من المحلات المميزه في السوق صراحه مشاهدينا الكرام، يحطوا لكم الاشياء بشكل جميل ومرتب، وعندهم ما شاء الله تشكيله كبيره من الفواكه، طبعا الفواكه العربيه الاسيويه اشياء كثيره. احمد خبرنا عن المجموعه اللي معروضه هنا، عندنا فواكه تايلنديه وعربيه، خبرنا. عندنا البرتقال الافريقي، برتقال عصير كيلو 4 دراهم، عندنا الافوكادو كيلو 10 دراهم، عندنا الرمان يمني اللي هو الحلو الكيلو 7 دراهم، التفاح الكيلو ب 6 درهم، البرتقال ب 7 دراهم هذا افريقي. هذا الاكل احمد ولا عصير هذا؟ لا هذا اكل وهذا عصير. نعم. هذا ب 7 دراهم. في ثاني استرالي ب 6 درهم. نعم. هذه الهمبة المصري حلوه الكيلو 12 درهم. احمد يا فتره قلت الكميه، ردت مره ثانيه موجوده الكميه؟ ردت الكميه موجوده كله موجود. وفي بعد همبة هي اثيوبي من اثيوبيا؟ ايه الكرتون كله ب 35 درهم. نعم. كيف طعم احمد هذا؟ طعمه زي العسل. مره لذيذه. ايه لذيذ. ما شاء الله. على كم الكرتون؟ 35 قلنا؟ 35 درهم. هذه من اثيوبيا؟ إيه؟ من اثيوبيا طبعا. هاي جديد بعد شيء في السوق عندنا مشاهدينا الكرام.
هنبه من اثيوبيا صغار، والصندوق على 35 وكيلو ب 10 احمد؟ لا الكيلو الكيلو ب 15 15 ما شاء الله كيلو فيها كيلوين تقريبا. انزين يا احمد خبرنا عن الفواكه الاسيويه بعد. المانجوستين مرتفع سعره، الباكت وصلت ل 20 درهم لان ما فيش في السوق، وصل 20 ما شاء الله، كانت ب 15 و 13 الحين. نعم وحيده هي الحين 20 درهم، وهاي الرمبوتان ب 15، اللونجوم 15، العنب هذه ب 15 درهم الباكت، فستق الحلبي ب 10 دراهم، والشريفه ما شاء الله احمد، الشريفه اللبناني بتيجي بتخلص على طول، الكيلو ب 35 درهم بعد الى الان ثابت سعره على 35. والافوكادو المكسيكي ب 30 درهم ما شاء الله، البابايا والبابا. واحمد عندكم بعد الكستنه هنا، الكستنه وصلت الصيني هذا كويسه. كم سعره الكيلو ب 15؟ كيلو ب 15 13 ل 15 على حسب جودته، 15 الى 13 درهم سعر الكيلو. وهذه احمد قصلنا وحده ما شاء الله، شوفوا كيف من داخل ما شاء الله، على طول على الشوي يا احمد، على الشوي جاهد. على طول هي. ما شاء الله. زي احمد تعال خبرنا عندك اليح، اليح يب اليح احمد، هذه يب اليح شويه، شوفوا اليح ما شاء الله كيف حمراء، يا سلام ما شاء الله. شوفوا هذا يح ايراني على كم بعد احمد؟ كيلو 2.5 درهمين ونص الكيلو، على درهمين ونص اليح الايراني بعد، حتى بخلونه بدرهمين ما بيقصر اخونا احمد هني. وهني عندنا بعد تشكيله من الفواكه ما شاء الله مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام. يلا شكرا احمد بارك الله فيك. بننتقل بعد مشاهدينا الكرام، نشوف احنا نشوف لكم محل خضره ومحل فواكه، محل خضره ومحل فواكه، نشوف نسبه الخضار او نسبه الفواكه زاد المبلغ معه. هني اخونا شعبان، شعبان سلام عليكم شعبان. السلام يا باشا، كيف حالك يا شعبان؟ في نعمة بالصلاة على النبي. شعبان نبغى نشوف اسعارك، هل تفرق عن المحلات الاخرى ولا نفس الاسعار؟ خبرنا الطماط كم عندنا؟ الاردني الباشا ب 4 درهم. انزين الصندوق بكم؟ الصندوق كله باشا 25 25 7 كيلو. وهذا من وين؟ دي يا باشا تركيا بالصلاة على حضرة النبي. على كم بعد؟ الكيلو ب 6 درهم. 6 درهم، وعندنا نعم. الفلفل البارد هذا؟ دي الباشا، دي يا باشا 7 درهم برضه. 7 دراهم؟ سلطنة عمان. ما شاء الله، والهنبة؟ دي الباشا محمد صلاح مصري يا باشا. من مصر هذه؟ جزاك الله خير. زين على كم؟ البوكس كله 35 4 كيلو. 4 كيلو؟ بالصلاة على النبي. سعر 35. اهي؟ وسكر الدنيا فيها. ما شاء الله. وصحتها حلوة عاملة زي؟ يعني حق العصير وحق الأكل. أيوة يا باشا. نفس الوقت. سوبر فايز. ما شاء الله، وعلى 35. انزين تعال نسير وياك قدام، عطنا لك مثرة. عندك برشلونة اسبانيا وريال مدريد 15 درهم. يا سلام، برشلوني هذا من اسبانيا يا باشا. نعم. وكم السعر؟ 15 درهم. احيد في لبناني وفي الاسباني، صحيح؟ في يا باشا اللبناني وفي افريقيا بالصلاة على سيدنا النبي محمد. عندك ثلاث انواع. واسعارهم كلهم كم؟ واغلى واحد فيهم؟ الباشا اسبانيا 15 درهم، والافريقي 8 درهم، والاسباني 12 درهم. واللبنان 12 درهم. انزين وعندنا الرمان هذا دي جبال اليمن. اليمن ما شاء الله ب 6 دراهم اليوم. صل على الحبيب النبي. طبعا الرمان اليمني مشاهدي الكرام يكم احجام، سبحان الله يكم هالحجم ويكم حجم اكبر. وفي بعد عندنا المصري نفس الشيء يكم اكبر عن هذا، سبحان الله، يعني احجام طيبه. في ايران في مصر ثلاث رمانات، ثلاث انواع. ثلاث انواع، شو اسعارهم كلهم يا ابو اليمن؟ بالصلاة حضرة النبي 6 درهم، المصري والايراني السعر واحد 7 درهم. 7 درهم، اعطني علبة الفراولة هذه. يا سلام ما شاء الله، شوفوا شوفوا الالوان الطيبة، شوفوا هنا عندنا الفراولة هذه من جنوب افريقيا طبعا. غالية شوية. على كم يا؟ 10 درهم. تغلى على المشاهدين؟ رفع، لا انت الغالي، هي رفعت شوية، عاملة زي محمد صلاح، الارتم رفعت. ارتفعت على 10؟ على 10، كانت طبعا مشاهدينا الكرام سابقا 5 و8 دراهم، لكن اليوم شوية غالية، لكن ما شاء الله شوفوا طيبة. وهذا عندنا السنطرة بعد ما شاء الله. 7 درهم. 7 درهم. خذ دق واحد عم سالم. تفضل يا تفضل يا استاذ شعبان بارك الله فيك. نكمل وياكم جولتنا مشاهدينا الكرام، ننتقل مع شعبان ما شاء الله من احد الاخوان الطيبين بعد في السوق هنا، عندهم اشياء كثيره. وهني بعد عندنا هذا المحل ما شاء الله يرطبون الطماطم. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب ما شاء الله، خبرني شو تسوي، شو عندك هذا؟ انا مال ايراني جمر. كم اليوم؟ اليوم كيلو. ايوه صندوق. كيلو كم؟ كيلو 3.5 4. 3.5 4، الصندوق؟ 15. 15 درهم، صندوق 15 ما شاء الله. وهذا ملوين اللي عندنا هنا الكبار؟ هذا جرداني. اردني، شوف الاردني ما شاء الله، شوف الاحجام عندنا، احجام كبيرة. وكم هذا بعد؟ 4 دراهم، يعني صندوق 20 ولا 15 اليوم؟ 20. 20 درهم، 20 درهم اليوم ما شاء الله. والخس كم وصل سعره؟ 5. 5 دراهم، الخس على 5 دراهم، 5 دراهم عندنا الخس. تعال يا هنا قدام، ما شاء الله هني نشوف. تعال تعال وقفنا ابوي، تعال هنا، تعال شوي عندي، خبرني اليزر على كم اليوم؟ نحط الكاميرا بس على الخضره الموجود داخل، تفضل داخل هنا، تعال شوي شيخ هني ما شاء الله. خبرني اليزر على كم اليوم؟ جزر مال استراليا 5، تشاينا 4. اليزر الاسترالي على 5، والياباني 5، عفوا الصيني، الصيني على 5، والاسترالي استراليا 5 درهم، الياباني 4 درهم. انزل تعال نسير داخل نشوف هني. عندنا الليمون، تعال خبرني الليمون هنا ما شاء الله، شوفوا الليمون هنا كم نوع مشاهدينا الكرام. عندنا هذا طبعا الكبير، وهني هذا اللي دوم اقول لكم هذا يستخدمون اكثر شيء للعصير، وهذا يينا هندي ومصري وعماني. ها ملوين؟ المصري. هذا مصري. وكم اليوم؟
كيلو 8 درهم. 8 درهم، هذا طبعا حامض جدا، وهذا اللي هو البرازيلي. برازيلي. برازيلي بدون الحبوب، هذا بدون بذر. بدون بذر، هذا كم بعد ما شاء الله؟ 8. 8 درهم، هذا يستخدمون اكثر شيء للعصير مشاهدينا الكرام، وهذا التركي ولا جنوب افريقي هذا؟ افريقيا، ساوث افريكا. جنوب افريقيا، على كم هذا؟ 2 كيلو 15. كيلوين ب 15، كيلوين ب 15 عندنا اليوم، مسويين عرض اليوم ما شاء الله يعني. سعر زين يعني. جين. سعر زين على 15 درهم، وعندنا هذا القرع الهندي. 4 درهم. 4 درهم. هندي وماني. عماني هذا؟ ما شاء الله، هذا يعرفونه كله هندي بس، على كم؟ 4. 4 درهم، زين تعال هنا، تعال، تعال بنشوف وياك، ما شاء الله شوفوا. فلفل بارد، هذا بارد هذا؟ بارد. كم هذا؟ لبناني. كم بعد سعره؟ 8 درهم. 8 درهم، هذا مشاهدين الكرام للسلطه، للطبخ اكثر شيء يستخدمونه، والفاصوليا اليوم كم الفاصوليا؟ مال الايراني. كم؟ 10. 10 درهم، 10 دراهم ما شاء الله، والزهره كم عندنا هناك؟ 4 5. 4 الى 5 دراهم عندنا الزهره اليوم، والثوم والزنجبيل؟ ثوم كيلو تبع 8 دراهم. 8 دراهم؟ ثوم وزنجبيل نفس الشيء، 8 دراهم. جزاك الله خير، بنكمل وياكم طبعا مشاهدينا الكرام، بننتقل، بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير، بنكمل بنسير برا بنشوف المحلات الثانيه، وبعد هذا عندنا الخيار هذا اللي جينا طبعا من دول عربيه، هذا على كم الخيار هذا؟ هذا عماني. عماني ما شاء الله، على كم؟ هذا صندوق 15 درهم. 15 صندوق على 15، هذا بعد نوع من انواع الخيار، اكثر شيء يسوونه مخلل بعد، وشوفونه في المحلات يبيعونه مخلل، جزاك الله خير. بنكمل وياكم داخل بنشوف عندنا ما شاء الله، شوفوا عندنا هذا اليح. بطيق اصفر يا اليح الاصفر ويح الاحمر، يا سلام. زين ها على كم الكيلو؟ هذا كيلو 8 درهم. كيلو ب 8، اثنين اثنين الاصفر والهذا. هذا اصفر 10 درهم، هذا احمر 8 درهم. هذا على 10 زين كيف الحين طعم الشكر؟ طعم شكر. زين؟ زين الحمد لله. يعني اذا الزبون يطعم اول شيء ولا يشتري؟ طعم زين 100%. 100% مضمون يعني. ما شاء الله. الكيلو على 10 والكيلو على 8 درهم. زين بنصير وياك داخل بنشوف عندنا هني. نشوف عندنا ما شاء الله، هذا شو عندنا؟ البرتقال حلو؟ هذا سنطره حلو. سنطره هذا ملوين هذا؟ هذا محلي. محلي. كم الكيلو بعد؟ كيلو 10 درهم. كيلو ب 10، كيلو ب 10 ما شاء الله، شوفوا عندنا هني هاي سنطره من البلاد، على الكيلو على 10 دراهم، وبنسير هناك بعد وياكم داخل مشاهدينا الكرام. شوفوا الحيب هذا، الحيب هذا على كم الحيب؟ الحيب هذا صغير 100، هذا كبير 200. هذا ب 100؟ 100 ظاهر شوي فوق هذا، خلينا نودي فوق هنا نراوي مشاهدينا، طبعا هذا الحيب مشاهدينا الكرام. ما شاء الله، الصغار على 100 وهذا على كم؟ هذا 200. على 200. 200. انت تسوي ترتبت قطع. انت كله انت تسوي كل شيء. ما شاء الله، على 100 وعلى 200، الحيب اللي يبغى الحيب مشاهدينا الكرام، مثل ما خبرتكم هذا المحل يتميز انه عنده كل شيء، انتاج محلي، انتاج الامارات، حتى عندنا التين ما شاء الله هني، التين على كم هذا؟ التين هذا كيلو 80 40 درهم. 40 درهم، هذا العلبه هاي على 40. نص كيلو على 40 درهم، ما شاء الله، وعندنا اشياء كثيره، يعطيك العافيه وما قصرت. متابعينا مشاهدينا الكرام، نتمنى ان شاء الله انكم استفدتم من جولتنا وياكم من قسم الخضار والفواكه، تعرفنا فيه وياكم على اسعار الخضار والفواكه المعروضه اليوم. مثل ما تعرفون السوق دائما على عرض وطلب، الاسعار تتجدد، اسعار ترتفع، اسعار تنزل، فعشان كذا دوم مثل ما اوصيكم ان شاء الله تون تاخذون لفه بين المحلات لين ما تحصلون سعر مناسب لعيبكم وتوكلون على الله. يعطيكم العافيه متابعينا مشاهدينا الكرام، اتمناكم ان شاء الله يوم سعيد، ونرجع احنا نكمل باقي فقراتنا مع زملاء في الاستوديو، ونشوفكم نحن ان شاء الله في حلقه قادمه، ونقول لكم مع السلامه والله يحفظكم.